خلصنا المرة اللي فاتت المرحلة بتاعة الموديلنج أو أساسيات الموديلنج. عرفنا الأدوات، عرفنا شوية الأوامر اللي احنا محتاجين نعرفها. طبعا في كل مرة هنتكلم على مجموعة من الأوامر. احنا مش مطالبين نبقى متخصصين موديلنج، لكن على الأقل بس نبقى فاهمين البيزكس. يمكن المرة دي انت شايفين الماكس عندي مختلف شوية، الشريط اللي في الجنب ده هنتعامل معاه بعدين. ده طبعا مش ستاندرد في الماكس، ده بلوجن الفينكس FD3، مش مشكلة ولا كأنكم شايفينه. لكن تعالوا في المحاضرة دي نتكلم شوية على الإضاءة. إيه أنواع الإضاءات اللي في الماكس؟ بنحطها إزاي؟ بارامتراتها إيه؟ عشان نفهم إزاي نتعامل معاها بعدين إن شاء الله. الأول عشان نجيب أي لايت، تمام، بنروح لللايتس وبروح لستاندرد لايت. عندي تارجت سبوت لايت وفري والكلام ده كله عشان يعني احسن من ان نتكلم عليه كمسميات. تعال نروح لقائمه جيومتري وناخد بلان ونرسمه من التوب فيو عشان يبقى على الارض بالشكل ده كده. انا عايز احطه في السنتر، يبقى هروح هنا للسبينرز اللي تحت دي وهعمل بس عليها رايت كليك بس هينقلها لي في السنتر. هروح لموديفاي وهقلل شويه البلان بالمنظر ده. هاجي على Perspective View واعمل Alt مع W علشان اكبره بالمنظر ده. وانا بحب اغير اللون بتاع الاوبجكتس بتاعي، هروح من Color وهروح للون غامق شوية. لو عايز اغير او اضيف اي لون قوم قايل له Add Custom Colors وحط الكلر اللي انت عايزه، قوم قايل له Add Color وتقوم عامل Cancel، بعد كده اوكي، وبعد كده تقوم حاطط هنا فيتغير الكلر ده. كالعادة انا ما بحبش اشوف الموديل بتاعي بالمنظر ده، بحب اشوف السيجمنتس، فهضغط F4 عشان ابقى جايب edged faces عشان ابقى شايف السيجمنتس بتاعتي. لو انت عايز تخفي الجريد، يعني مثلا انت شغال كده والجريد قدامك بالشكل ده فانت عايز تشيله مش عايزه، اضغط حرف الجي هيشيل الجريد، اضغط حرف الجي تاني يرجع الجريد. فانا هاجي كده واطلع ده فوق. تعالوا كده نشوف اللايتس. لو خدنا اول لايت اللي هو امني، الاول قبل ما ابدا اشتغل هنا لو احنا رحنا للستاندرد ومن ستاندرد لايتنج اند شادوز، تاني ستاندرد بعد كده لايتنج اند شادوز، هنا بيقول لي illuminate with default lights. تمام، illuminate with default lights معناها ان ماكس هينور السين بتاعتي بالديفولت لايت بتاعه. انا مش عايز ده، انا عايز انور السين بتاعتي باللايتس اللي انا هحطها، تمام، وبحب انشط الامبيانت اوكلوجن بيدي شكل ظريف. تاني هقول له illuminate with scene lights، هعمل كده. قدامك مفيش حاجه اتغيرت، لكن مجرد ما هتحط لايت هتلاقي الدنيا اختلفت. تعالوا نبدا الاول بالاومني لايت. بالمناسبه كلهم نفس البارامترات ما عدا شكل الاضاءه، تمام. تعالوا نبدأ بالأومني لايت. مجرد ما اضغط أومني وأقوم، قبل ما اضغط أومني معلش أنا هقوم رايح جايب سفير وهحطها في النص كده مثلا، تمام، وهاخد تورس وهحطه كده مثلا، يعني مجرد حاجة بالمنظر ده، تمام. هروح لأمي تاني ومجرد ما كليك واحطه كده اهو، هو ده اللي بستفيده لما اقول له illuminate with scene lights. هاجي للموف ونحرك الأمي. الأمي زي ما احنا شايفين ادي شكل الإضاءة بتاعه، عبارة عن بوينت. الإضاءة بتاعته عبارة عن بوينت، وكل ما بتبعد البوينت دي كل ما بينور في كل الاتجاهات. هو ده الأومني لايت. طبعا مكانه مهم جدا 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 عشان شكل واتجاه الإضاءة. طب كده تمام قوي. لو انا حطيت الأومني ده ورحت لموديفاي هلاقي عندي هنا شادوز. طبعا مفيش هنا شادوز، لو عملت اون هيعمل كاست للشادو عشان اشوف. لو جيت عملت ريندر ادي الشادو، لو شلت شادوز وعملت ريندر تاني مش هلاقي
شادو. في الغالب مش هنحط لايت الا واحنا حاطين معاه شادو، النسب قليله جدا لما هنلغي الموضوع ده. هعمل اون، وفي هنا حاجه اسمها نوع الشادو او الشادو ماب. الشادو ماب ده اللي هو العادي، ده اللي هو السوفت شادو. لكن لو قلت له اريا شادو، ده اشد او اكيوريت قوي او رياليستيك قوي عن السوفت شادو ماب. لو جينا عملنا كده هنلاقي هنا تقيل وبدا يطلع على خفيف. في هنا بعد كده ري تريسد شادو، وده شفتوا انتوا الايدجز الناعمه دي مش هنلاقيها، بقت ايدج شارب. في بعد كده الفي راي شادوز، وده لو انت حاطط بلجن الفي راي، وده بلجن ريندر و وتكتشرنج واضاءه، هيجي لك الفي راي شادوز. دي هنتعامل هنتعامل معاها بعدين ان شاء الله. لو اخترنا او رجعنا لشادو ماب وقفلنا الجنرال بارامتر وفتحنا انتنسيتي اند كولر اتينيويشن، عندي هنا مالتيبلاير اللي هي شده الاضاءه. لو انا عليت المالتيبلاير ده كده وعملت ريندر، هل الاضاءه بقت اشد؟ لو غيرت، لو حبيت ان انا اغير الكولر بحيث ان انا ادي مود اضاءه معين، وجيت عملت ريندر هلاقي مود الاضاءه اتغير. ديكي اللي هو الفولف بتاع اللايت، يعني اللايت بيأثر فين وبيضعف فين. لو قلت له ريفرس وجيت اعمل ريندر، طبعا انا هنا مش عامل اهو كده، هو بيأثر في الحته دي. لو قلت له انفرس سكوير وقلت شو، تمام هيبقى كده مثلا. وجيت اعمل ريندر هلاقي بقى اهدى بالشكل، يعني دي عشان نتحكم في شدة وقوة الإضاءة. أنا هقول له نان. بمجرد ما قلبت نان زي ما انتم شايفين اللايت بقى في السين كلها. هقفل دي وهروح على نوع تاني من الإضاءة، لأن في نوع تاني عايز أوريكم فيه شوية، هو أوبشن واحد مختلف عن ده. بدل ما انا هشتغل على امني هروح على التارجت دايركت، تمام. انا هشيل الامني لايت، هقفل الريندر، وعشان اعمل التارجت دايركت يستحسن بلاش نعمله او ما تكريتش اي حاجه من البرسبكتيف فيو. انا هضغط ال، عفوا ال عشان اروح للليفت وكريت اللايت من اول هنا كده. زي ما احنا شايفين انت بتضغط وتسحب، اللايت ده له تارجت، يعني له نقطة بيبص لها. لو انا خدت الموف هلاقيه بصوا بيتحرك حوالين نقطة التارجت بتاعته اللي هي في النص دي. لو مسكتها برضو اقدر ان انا اسف كده، هنشوف انا عمال اسلكت لغاية ما جت. انت ممكن تعمل ايه بقى؟ ممكن انت مش محتاج حاجة من دي ولا من السفير، كده كده انت حاططهم بس كده. فانت ممكن عشان ما تعملش عليهم سلكت تعمل رايت كليك وتقوم جاي قايل له، اما انك تقول له هايد، بس هايد يبقى انا هشيلهم كلهم، لا انا عايزهم موجودين بس مش عايز تعمل لهم سيلكت. فريز سيلكشن، بس فريز اهو مفيش. طبعا انا كنترول زد عملت غصب عني للبلان، انا هنزل البلان سنه تحت كده عشان هو كان كده تمام، ورايت كليك عليه هو كمان واقوم قايل له فريز، اصبح كده مفيش كده. لو عملت كده خلاص انا هسلكته بسهوله، ممكن اشيل ده احطه مثلا كده، اخد اللايت ده ارجعه لورا كده. طبعا لو ضغطت حرف البي بي اوف بن هبقى شايف اللايت بتاعي شكله عامل ازاي، وطبعا اظن احنا شايفين شكل الاضاءه مختلف تمام الاختلاف عن الاولاني. لو جينا عملنا ريندر شكل الاضاءه مختلف، طبعا الريندر طالع بالشكل ده. لو انت عايز تغير الابعاد دي هتروح على الزرار ده اللي هو ريندر سيت اب، او من ريندرنج وهتقول له ريندر سيت اب اللي يعجبك، او اضغط اف 10. هضغط ريندر سيت اب، وعندي هنا كام حاجه. اول حاجه انت عايز تعمل ريندر لسنجل فريم ولا للفريم من 0 ل 100. هنا طبعا الكاستم اوت بوت ممكن تختار اللي انت عايزه، 1280 1920 1000. انا دايما بحب دايما 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 اشتغل على هاف اتش دي، 960 في 540.
بحب اشتغل على ده، بيدي كواليتي كويس، بيدي مساحه كويسه اشتغل فيها، واسلوب عرض شكله كويس قريب جدا من الاتش دي. طبعا لو هتسلم شغل او بتشتغل في برودكشن استحاله هتشتغل على المقاس ده، المقاس ده تشتغل عليه في الليرنينج، او لو انت بتعمل سكول بروجكتس او بتعمل تطبيقات او بتعمل بروفا عشان توديها العميل. لكن غير كده هنشتغل على الفئه بتاعه الاتش دي في الغالب، هنشتغل على ده وده. المقاس ده يعني عذاب، لان فعلا مساحه كبيره جدا، فبتاخد وقت كبير جدا في الريندرنج وفي الشغل كمان. بس نقفل ونعمل ريندرنج بالشكل ده. انت لو خدت بالك هو ليه الريندر طالع ابعد من المنظر ده، يعني الريندر تحس انه طالع بعيد، ولو احنا حاطين الاثنين دول جنب بعض، طب ده انا حاسس ان الكاميرا قريبه، الريندر طلع بكاميرا يعني حاسس انه بعيد، ده ليه؟ ماكس الكاميرا او البرسبكتيف فيو بتاعه ما هواش اكيوريت، يعني مش اكيوريت، ما بتبقاش نفس النسبه بين الفيو بورت وبين الريندر. عشان تعرف تحكمها صح وتعرف انت فين بالظبط، اعمل شيفت مع اف من فادي، شيفت اف، شفت بقى رندرك فين اصلا، شيفت اف تاني، شفت شيفت اف ده اللي هيترندر المساحه دي كده، اللي هتترندر خلاص. عايز تزوم خلاص، ممكن تضغط على الزوم هنا وتزوم بالمقدار اللي انت عايزه اهو كده، وممكن تضغط على تحت هنا على الاوربت. على فكرة دي نفس الاختصارات بتاعت الماوس، الميدل كليك والالت مع الليفت كليك، بس انا برضو عايز اوريك الادوات دي. وكده بقى لما تعمل ريندر هتلاقي اللي طلع زي اللي هنا. فدايما دايما دايما عود نفسك تشتغل على السيف فريمز علشان ما تلاقيش نفسك ابعادك غلط. جميل، ده كده اللايت. طب اللايت ده كان فيه اوبشن فيه انا كنت عايز اوريه لكم. بصوا كده اللايت ده راسم هنا تحت كده كون، الكون ده اللي هو مجال الإضاءة، بره هنا الدنيا ضعيفة. اللايتس اللي فيها كونز زي دي، زي التارجت لايت أو التارجت دايركت أو التارجت سبوت، كلهم نفس الحكاية، بس الفرق في شكل الكون ده. في هنا حاجة اسمها الدايركشنال بارامتر. في دايركشنال بارامتر أنا عندي هنا حاجة اسمها الهوت سبوت بيم والفول اوف فيلد. الهوت سبوت اللي هي أقوى نقطة او اقوى منطقة اللايت قوي فيها. ايه اقوى منطقة اللايت قوي فيها دي؟ اقصد يعني اكتر منطقة اللايت قوي فيها. الفولوف اللي هي المنطقة اللي بين المنطقة القوية قوي وبين اللايت ما بيبدأ يضعف، اللي هي بعد المسافة دي مفيش لايت. لو جينا نبص على الفولوف فيلد، لو كبرنا كده اهو زي ما انت شايف، بص كده الدنيا صوفت ازاي. شفتوا انتوا الدايرة اللي جوه دي؟ ده اهي الدايرة دي والدايرة دي، المسافة بين دي ودي، شايفين اللايت بيبدأ من قوي ويبدأ يضعف 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 لغاية ما يجينا بعد كده مفيش. لو جينا عملنا ريندر اهو، هي المنطقة دي، الفيلد هي المنطقة دي، المنطقة دي الهوت سبوت اعتقد واضحة اهي المنطقة دي. فانا لو عايز الدنيا تنور كلها هوسع الفيلد، وما تقوليش اوسع دي كمان بقى والا كده هتلاقي اللايت لاسع. دايما لازم يبقى في عندك في السين حاجه اسمها لايت كونتراست، والا السين بتاعك هتبقى فلات ومنظرها بايخ. تمام، فانا عايز اعمل ده، يبقى مثلا انا عامل الفوكس بتاعي او القوه بتاعتي كلها عند الحته اللي فيها الاوبجكتات بتاعتي دي. تمام، لو جينا عملنا ريندر هنلاقيه بالشكل ده. طبعا هتقولي دي ضلمه، منطقي لان انت منور من ناحيه واحده. فانت ممكن تعمل ايه؟ اولا اظبط مكان اللايت ده، يعني اعلب اللايت ده كده، مفيش لايت بيبقى عامل كده الا لو انت عايز تعمل مود معين من اللايتس، ودي مش محاضرات اضاءه. تمام، ممكن نعمل كده، يبقى ده كده، او خلي ده كده مثلا، يبقى ده كده بنسميه الباك لايت او اللايت اللي جاي من ورا. عايزين ندوبليكيت اللايت ده، اضغط شيفت وامسك اكس وواي مع بعض اللي هي المربع اللي في النص ده، وهدى كده. طبعا هنا هيطلع لك الرسالة دي، بيقول لك انت عايز تعمل كوبي ولا انستنس ولا ريفرنس.
كوبي معناها ايه؟ معناها ان انت لما بتعمل كوبي كانك عملت ده لوحده وده لوحده، هتعدل في ده، ده ملوش دعوه، هتعدل في ده، ده ملوش دعوه. اما لو انستنس، تمام، اللي هيحصل الاتي، انك انت لو عدلت في اي واحد هيعدل في التاني. تمام، هنعمل كوبي طبعا. خلاص انا طنشت بريفرنسز على فكره، ريفرنس اللي احنا مش هنحتاجها خلاص، فهعوز بقى ارفع ده كده. بعد كده عايز لايت كمان شيفت، واخد ده كمان الناحيه الثانيه، يبقى انا كده نورته يمين وشمال برضو كوبي بالمنظر ده، كانك في استوديو، كانك بالظبط جوه استوديو. ممكن بقى نعمل ايه؟ ممكن نيجي في اللايت ده ونروح هنا، طبعا كلهم مش بيكاستوا شادو، طبعا ده مش مظبوط، انا عايز اللايت اللي ورا يكاست شادو، وعايز ده كمان، وعايز ده كمان. لو هنتكلم فيزيكالي الثلاثه يعني المفروض ما يعملوش كاست شادوينج، بس خليها كده دلوقتي. هنروح للباك لايت، اللايت اللي ورا ده، هخلي اللايت اللي ورا ده مثلا باتنين عشان ده يكون اكتر لايت فيهم، والكلر بتاعه هخليه دي ساتوريتد. يعني ايه دي ساتوريتد؟ يعني كان ملوش لون، بحيث ده بنسميه الامبيانت لايت، اللي هو عامل زي ايه لما انت ماشي في الشارع كده، انت عندك اللايت جاي من مصدرين، من الشمس، هو بيني وبينكم من ثلاث مصادر بس خلينا نتكلم في مصدرين، من الشمس ومن القبه بتاعت السماء. الشمس دي الاضاءه المباشره، القبه بتاعت السماء او اللايت اللي جاي من السماء ده بنسميه الاندايركت لايت، او بنسميه الامبيانت لايت. انا اسف، بنسميه الامبيانت لايت مش الاندايركت لايت، بنسميه الامبيانت لايت. فانا هعمل ده كانه امبيانت لايت. اما الاثنين دول فانا مثلا هدي ده وليكن بلو، يعني لون مزرق شويه، يعني كولد كولر، وهدي ده هوت كولر، تمام، حاجه كده مثلا، جميل، وازوم كده. المفروض الاضاءه تخف شويه بس هنشوف، هلاقي حاجه بالمنظر ده. طبعا انا عايز اعمل لايت كونتراست زي ما احنا قلنا، فانا هاخد اللايت ده وهخلي دي بواحد، واللايت ده وهخلي دي بواحد هي كمان، او اخليها 0.7، لا هخلي دي هي بواحد، وهخلي انا عايزه تدي التون برتقاني اكتر، وهخلي دي 0.75 ولا حاجه، تمام، بالمنظر ده كده. انا كده مقرب قوي بس اهو بالشكل. طبعا التضليعه اللي باينه دي واللي باينه دي، لان لو رحنا هنا طبعا فريز، عشان نسلكتهم تاني رايت كليك، وهقول له ممكن اقول له ان فريز اول، وسلكت ده. هنا هزود عدد السيجمنتس عشان يبقى سموز، طبعا كده سموز هنا، وهزود كمان عدد السايدز، اعتقد كده الفرق واضح قوي. نفس القصه في السفير، هزود بس عدد السيجمنتس. لو جيت عملت ريندر هلاقي الدنيا سموز وزي الفل ومفيش فيها اي مشاكل. ده كده بالنسبه ليه ازاي نعمل لايت سيت اب، تمام، وبشكل ظريف. طبعا مش ده الاسلوب اللي بنعمل بيه اللايتنج لو بنعمل لايتنج السين، تمام، لكن مجرد ديمونستريشن على ازاي بنتعامل مع اللايتس، ازاي بنعمل لها دوبليكيتس والكلام ده كله. ماكس له كذا ريندر بيرندر بيهم. لو رحنا الريندر سيت اب، الديفولت ريندر بتاع الماكس اللي هو السكان لاين، وده الريندر البدائي، يعني له حاجات تانيه، يعني له طبعا التلاته دول كاركاتوا وفي راي، دول بلجنز، خلاص دول بلجنز. فخلي بالنا بس احنا عشان ما تشوفوش حاجه هنا تقولي دي مش عندي، التلاته دول عباره عن بلجنز. في هنا ART renderer، تصدقوا ان انا اول مره والله هتعامل مع الـ ART rendering، ما اعرفش ده ايه اصلا، اول مره اشوفه ومش عارف حتى الريندر بيه شكله عامل ازاي.
طيب عموما ما علينا، خلينا في السكان لاين ريندرر. تمام، ونعمل ريندر، هنلاقي المنظر ده كده اللي انا عايز اتكلم عليه في اللايت. ما افتكرش اتكلم على حاجه تاني، مش هنحتاج فيه اكتر من كده. هو واحد يقول لي يا باشمهندس طب احنا مش هنعمل ريندر ونعمل بقى خامات هي مش شغلتك، بس هو عموما في التراك في الدبلومه بتاعت الفي اف اكس في ترم يخص الفي راي، وهيبقى فيه شرح ادفانسد قوي للفي راي، عشان لو انت حابب تعمل يعني شوط كده لنفسك او تعمل شوط فل من اوله لاخره وتحطه في الريل بتاعك، يبقى عندك برضو الامكانيه دي، ما تبقاش محكوم بس جوه الكلام ده. كده في المحاضره دي انا اتكلمت على اللايتنج، وانا مش محتاج اتكلم على حاجه تاني. ان انت عايز تجرب بقى ممكن انا اشتغلت على التارجت دايركت، ممكن تشتغل على التارجت سبوت برضو تجرب. وزي ما قلنا التارجت او اسف اللايتس يفضل انها بلاش يتعمل لها كرييت من البرسبكتيف فيو بورت، عشان تعمل كرييت لللايت اعمله من الليفت او من الفرونت حسب الاتجاه اللي انت عايز ترسم فيه اللايت. عموما انا زي ما قلت انا بحب اغير الالوان بتاعه الاوبجكتس بتاعتي، فانا بروح لهنا وبروح كده وجاي حاطط الكلر. يمكن انا عايز كمان يمكن انا عايز اغمقه، انا عايز اغمقه سنه، هكليك عليه هو واخد ده كده. وحته الكالرنج على فكره هي مش مش دي اللي المفروض تعمل. طبعا احنا هنشتغل في المحاضره اللي جايه على طول، هنتكلم على ازاي نعمل الماتيريالز او ازاي نعمل الخامات، وايه الفرق بين كلمه ماتيريال، وايه الفرق بين كلمه شيدر، وايه الفرق بين كلمه تكتشر. ماتيريال شيدر تكتشر، واشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.